وبدأت الآن هذه الجيوش المخذلة من الليبيين أنفسهم تعمل عملا في داخل الجبهات وتشكك في جدوى الاستمرار في الحرب. وصرنا نسمع أصواتا من بعض النخب ومن بعض من يدورون في فلك الأحزاب ويتظاهرون بأنهم يتكلمون بالواقعية وبالحكمة وبالعقل، وأن المجتمع الدولي لا قبل لنا به، وأنه ينبغي أن نتأقلم مع الأوضاع ونستجيب ولا نتعنت حتى نكتسب الشرعية الدولية وما إلى ذلك من هذه الترهات. ولا أدري إلى أي حضيض يريدون أن يصلوا بنا إليه بعد كل هذه المعاناة والارتماء في أحضان المجتمع الدولي والاستسلام له والطاعة المطلقة لإملاءاته، يفعل بنا ما يشاء ولا إلى أي جحر من جحور هذا المشروع الصهيوني يريدون أن يقبعوا بنا فيه. والله إن هذه لمؤامرة أشبه بمؤامرة الصخرات، يعني هم ما زالوا لم يعترفوا بما جنوه لنا في كلامهم عن الصخرات وأن المجتمع الدولي لا قبلنا به. وانظر ماذا حصلنا من هذا المشروع، هل المجتمع الدولي أنصف ولا توسط ولا أعطى شيئا من الحقوق لأهل الحقوق؟ في أيام عندما كانت الوطية رمية حجر من المقاتلين والمجاهدين، نفس الشيء، المخذلون صاروا يجوبون الجبهات ويتصلون بالمقاتلين حتى خذلوهم وردوهم إلى أماكنهم. وانظر ماذا حصل لنا من يعني الموت، كل يوم ترسل إلينا طائرات الموت. لا نستفيد من الدروس للأسف. وهؤلاء الذين بدأوا يبثون هذا الكلام وهذا التخذيل، لابد أن ننبه الناس إلى أنهم لا يحسون بمصاب الشعب الليبي، لا يصيبهم من المآسي ومن المصائب ما يصيب عامة الناس. لم يعني لا يحسون بأزمة سيولة وانقطاع كهرباء ولا مياه ولا تدني خدمات صحية ولا خدمات تعليمية، ولا يحسون بأزمة إسكان ولا تهجير. هؤلاء الذين يكتبون هم في فلك بعض الأحزاب وبعض النخب هم يعني خط دفاع الجهات السيئة التي تخذل الوطن. كلهم يعيشون خجل، أنهم أحس بكل ما يعني الشعب الليبي. أولادهم يدرسون في المدارس في الخارج ويعيشون في الخارج، يعيشون في الإمارات أو في الخليج أو في تركيا أو في أوروبا أو في أمريكا، يكون بأرياحية يخذلون الناس ويكرهون بالعقلانية ويتهمون كل من يدعو إلى المقاومة من أبناء الشعب الليبي، يسمونهم واهمين، يسمون هذا وهم. الدفاع عن الحق والدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن أصبح وهما. هؤلاء أشبه بمن قال فيهم الله تبارك وتعالى المنافقين السابقين، فترى الذين في قلوبهم مرض
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هكذا يقول الله تبارك وتعالى فيهم وفي أمثالهم.